ان انا على الفيسبوك من سنة كام؟ من 2002، ومعايا اصحابي من 98 على الفيسبوك كده. تصدق دي؟ انا بص، والناس كلها دخلت الفيسبوك بعد الثورة، لكن انا من 2002. يا اخي بطل الكذب على الناس يا اخي، يا اخي حرام عليك. ازاي الفيسبوك من 2002 و 2098؟ ده اساسا اللي اسس الفيسبوك في 2004، اتأسسوا في 2004 واهو. اسأل اخوك مارك. ايه مارك، انزل انت بس يا مارك، انزل انزل دلوقتي، انا هتكلم بكات. في 2004 انت هتضيع سمعة القناة؟ ما ينفعش كده، ما ينفعش كده خالص. زوكربيرغ وكريس وداتسن كان بيدرسوا في جامعة هارفارد، وأثناء الدراسة بتاعتهم كانوا متخصصين في علم الحاسب أو الكمبيوتر، فعملوا موقع ويب صغير ليهم في الجامعة، وكل طلاب الجامعة اشتركوا فيه، هو الفيسبوك. وبعد كده كبرت الفكرة وبقت والمدارس الثانوية، وابتدى تكبر شركة الفيسبوك، وتم تأسيسها 4 فبراير 2004. طبعا عرفنا دلوقتي ان الفيسبوك بقت شركه مساهمه كبيره بالنسبه للعالم، والعالم كله بقي في الفيسبوك في وسط الشبكه دي. طب كم عدد المستخدمين الفيسبوك؟ 2 مليار فيما فوق، 2 مليار فيما فوق مستخدمي الفيسبوك. طب ايه الدول اللي هي حاضره فيسبوك عندها وما تخفيش فيسبوك عندها؟ اول حاجه ايران، وتاني حاجه سوريا. طب ايه ارباح الفيسبوك؟ ارباح الفيسبوك في اخر 2019 70 مليار دولار، 70 مليار دولار. الفيسبوك في عدد موظفين 48 و207 موظف في وسط حول الفيسبوك. استهدافه الاول والاخير مش التواصل الاجتماعي، مش ان انا ابعت لك اد، مش ان انا بعمل لك مشاركه، مش ان انا اعمل لايك، مش ان انا لا، ده الفيسبوك هو اصلا استهدافه ازاي يجندك انك انت تسمع الاعلان بتاعه عشان يربح. ما 70 مليار دولار ده هو ما جابهاش من الجرافيك او جابها من المشاهده، لا، ده 70 مليار دولار جابها من الاعلانات، ان هو بيستهدفك انك انت تسمع بتاعه. طب ازاي بيستهدفني ان اسمع الاعلان بتاعه؟ ايه اسمع معايا الفيديو ده. Facebook executives talk about their mission. Our mission at Facebook to build communities. Building community, bringing the world closer together. And Facebook does connect people. It has over 2 billion users worldwide. But it's important to remember this. At its core, Facebook is an advertising company. Almost all of its revenue comes from advertising. And Facebook is selling your attention. عن طريق ان هو الخوارزميات تحت فيسبوك، ان هي تشوفك ازاي انت بتدي لايك على ايه، بتدي كومنت على ايه، بتعمل شيرنج على ايه، بتقعد اكتر وقت على فيديو ايه، بتفرج عليه ايه. من هنا هو بيديك الاعلان اللي انت تشوفه. الفيسبوك بيراقبك في احدى الانشطه الخارجيه، يعني في المواقع التانية. مثلا وانت على جوجل بتكتب مثلا سي، مثلا انا كتبت مايك، او كتبت مثلا كاسيت، او كتبت اي حاجه مثلا ببحث عنها، تلقى الاعلان بتاعها جالك على الفيسبوك. لو انت بتعمل على الفيسبوك تلقى الاعلان جالك. الله، طب انا مش عارف ايه. الفيسبوك لو انت قافله اساسا ومش مشغله، بس او قافل الجهاز بتاعك، هو شغال بيراقبك ويشوفك انت بتعمل ايه، عشان خاطر هو مش عايز حاجه منك، هو غير ان هو يشوف لك الاعلان المناسب ليك يبعته لك. بيستهدفك، يستهدفك من ناحيه ايه؟ ناحيه الاعلانات. اسمع معايا الفيديو ده. One of the things that I find sort of concerning about the Facebook advertising system is it's extremely effective. Alan Mislove researches user privacy in online advertising. Advertising has become more and more fine-grained. The targeting is more fine-grained over time. What Facebook did is it allowed advertisers to target user attributes. ممكن انت مودرن او تكون اعلان لحاجه معينه، ممكن انت باللايك بتاعك على حاجه معينه، مثلا سي مثلا غساله او ثلاجه نازله بوست على الفيسبوك وانت اديتها لايك، صاحبك لما بيشوف اللايك ده بيقول الله ده محمد حط لايك على كذا كذا، طب انا بخش اشوف، تلقى لايك، ايه مدي لايك، شوف هو بيستهدفك ازاي. فاقل حاجه
وحاجات كتيرة قوي. طبعا غير كده تاج انت تقول الفيسبوك النهاردة لما بلاقي تعمل صفحة على الفيسبوك ويقول لك روج للصفحة دي بفلوس معينة او هتريد لها مثلا 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه، لما تاجي تروج لها بيقول لك ايه اختار الفئة العمرية اللي هو عنده اعمار الناس دي كلها اللي عنده المستخدمين ده الفئة العمرية. طب انت عايز تحدد له من كم كيلو، 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو 100 كيلو 200 كيلو، الرقعة اللي انت عايز تحدد لها الاعلان بتاعك، طب عايزهم ذكور ولا اناث، عايزهم متزوجين ولا خطبين، عايزهم مش عارف ايه رجال ولا سيدات. بيعرف كل حاجة عنك، بيعرف كل حاجة عنك عشان خاطر هو عايز منك ازاي يستهدف الاعلان بتاعه. حط الاعلان بتاعه الصحيح. بيقول لك في 2016 ان الفيسبوك غير مجال الانتخابات في الولايات المتحدة الامريكية وخلى الانتخابات تروح لترامب وساعد ترامب. دي اشاعة، احدى الاشاعات اللي طلعت. طب ازاي؟ ايوه يا سيدي ازاي. وبعد فوز دونالد ترامب وجهت اتهامات مرة أخرى لفيسبوك بتسهيل هذا الفوز من خلال ما راجع على صفحاته خلال الحملة الانتخابية. وبكذا خلصت حلقة النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.